مدير اعلام مديريه الامور العامه حتى نتعرف وياكم عن حركه السير في بغداد. صباح الخير سياده العميد. صباح الخير حبيبي على كل متابعينك. الله يسلمك ويخليك. سياده العميد احنا عودنا كل المشاهدين انه بكل حلقه من حلقات البرنامج نوضح لهم ونوصل لهم فكره حركه السير المتوقعه واللي حثت في بغداد لهذا اليوم الاحد. حبيبي اليوم يعني بغداد ما تعرف يعني بدايه اسبوع شهدت كثافه جدا عاليه في بغداد والمحافظه يعني خصوصا مداخلها مداخل بغداد بالنسبه للمحافظات الجنوبيه والشماليه. مدخل جسر دياله عندنا شهد كثافه، عندنا سيطره الشعب شهدت كثافه، وللعلم يعني موجوده الاعمال والسايد ذهاب الى طريق واحد، يعني اتمنى من اخواننا الانتباه في هذا الخصوص. عندنا ايضا الكثافه شهدت مركز بغداد، المركز الرئيسي اللي هو الجادريه، يعني شهدت عندنا تقاطع الجادريه، وايضا شهدت عندنا قرطبة الطيران التحرير، عندنا التحرير باتجاه الخلاني الوصول للرصافي شهدت عندنا كثافه جدا عاليه. عندنا المتشعب باتجاه الصيخ ايضا وصولا الى جامع النداء شهدت كثافه عاليه. عندنا ايضا من جامع النداء الى ساحه عنتر ايضا عندنا كثافه موجوده، الخلفاء باتجاه المقاتل باتجاه مدينه اسود ايضا شهدت عندنا كثافه. احنا هذا بالنسبه شارع محمد القاسم طريق السريع ايضا عندنا مداخل طريق السريع شهد عندنا كثافه عاليه. هذا بالنسبه لجانب الرصافه، جانب الساحه عندنا من سيطر او من مدخل ساحه العلوة الرشيد باتجاه عندنا جسر بغداد عبرا من اتجاه جسر بغداد ووصولا الى تقاطع الجابريه. من تقاطع الجابريه ايضا عندنا الكثافه موجوده، عندنا تقاطع المصاف ايضا شدد عندنا كثافه، ساحه النسور الفارس العربي وصولا الى ساحه دمشق العلاوي ايضا عندنا كثافه جدا عاليه. لكن بعد العاشره مثل ما تعرف الكثافه تتراجع تدريجيا. صحيح. يعني اليوم انا عذرا اخ مصطفى، يعني انا اعطيك الموقف كان في الموضوع يعني يعني موضوع احنا في احد الدوائر اعطيتك الموقف، يعني بعد قليل يمكن نعطيك الموقف افضل لان يعني الدوائر بدات تخف. يعني انت الان تمارس عملك ولانه باحد الوزارات وكنت ويانا يعني وافيتنا بحركه السير الموجوده ببغداد اليوم، فاحنا جدا شاكرين هذا المجهود اللي عندكم، واحنا جدا شاكرين اكيد سعه صدرك لاستقبالك هذه المكالمه وموافدتنا ايضا بحركه السير لهذا اليوم، جدا شاكرين هذه مكالمتك سياده العميد حيدر كريم مدير اعلام مديريه المرور العامه.